يلا يا شيماء هنتأخر. حاضر حاضر، والله ما عارفة أنا هاجي معاك أعمل إيه. تعملي إيه بس؟ الراجل ده هيبقى فيه بيني وبينه شغل، وعازمني أنا وإنتي نشرب معاه فنجان شاي. أقول له إيه بقى؟ أقول له مراتي بتقول هي مش عارفة هتيجي تعمل إيه؟ قول له تعبانة، قول له أي حاجة، قول له الحمل تعبها. طب قولي لي بس، أنتِ مش عايزة تروحي ليه؟ يا مختار، الناس اللي أنت رايح تقابلهم هتقعد تتكلم في الشغل، أنا مش هعرف آخد ودي معاهم في الكلام، يعني هيبقى زي الكرسي اللي قاعدة عليه. لا 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 لا، وهي تقولي كده؟ أنا ما بحبش طريقة التفكير دي. هبقى متضايقة. لا، ولا متضايقة ولا حاجة، يلا. مختار، بص يا حبيبي، أنا مش هبقى زعلانة خالص يعني لو سبتني في البيت، أنا فاهمة الناس اللي أنت رايح تقابلهم دول غيري خالص يعني. إزاي يعني غيرك؟ يعني في طريقة الكلام وال... انت عبيطة ولا ايه؟ دول ناس زي اي ناس، انت بس اللي حاطة في دماغك الحكاية دي. اقولك ايه؟ انت اهم حاجة عندي في الحياة. يلا يلا بقى عشان بزرم الكلام ده، يلا. طيب طيب حاسب. ايه مالك؟ ساكتة يعني لا معبرانة ولا بتتكلمي؟ وبعدين مش هناكل ولا انا جعان جدا. حاضر، حضر لك الاكل حالا. حاضر؟ غريبه دي. لا في حاجه، في ايه؟ مفيش، عماد ما اتصلش النهارده. عماد ما اتصلش. احنا نبتدي بقى شغل البنات ده ولا ايه؟ وانا اللي كنت بقول عليك واحده غيرهم. يعني ايه؟ يعني راجل عنده شغل اكيد يعني مش هيسيب الشغل ويقعد طول النهار يكلم البرنسيسه في التليفون. لا ما هو لازم يكلمني كل يوم قبل ما ينزل الصبح، لازم يكلمني يقول لي رايح فين وجاي منين، لازم كمان يتصل بيا كل ساعه ويطمن عليا ويطمن عليه. يا لهوي، هو انتوا كلكم كده؟ قطعيه واحده من نفس المنبع؟ مفيش تغيير خالص؟ بقى ولا تقول الكلام ده؟ انا اللي كنت بقول عليكي غير كل البنات. اهو يا ست بيتصل بيك اهو عشان تعرفي ان انت ظالمه. مش هرد. ليه بس؟ يمكن هيقول لي الكلام حلو. عشان يحرم يعملها تاني. بص، بيتصل تقضيه واجب. المفروض يتصل مره واثنين وثلاثه. أو يجي لحد البيت. تحبي قد إيه سكر؟ أي حاجة. لا أي حاجة إزاي يعني؟ بتحبيه مسكر ولا عادي؟ ماشي مسكر. ماشي. هو أنا ليه حاسة إن أنتي مش مرتاحة؟ لا خالص، أنا مرتاحة. أنتوا مرتاحين؟ إحنا مرتاحين، ده بيتنا. لازم نكون مرتاحين، المهم أنتي تبقي مرتاحة، أنتي الضيفة. إحنا عايزينك تبقي مبسوطة. بصراحة كده أنا حاسة إن أنا مش واخدة راحتي، مش قاعدة على بعض يعني، مش عارفة، حاسة يعني محبكين قوي الموضوع. أنتِ عارفة أيام ما كنت عايشة في بولاق؟ بولاق؟ أنتِ من بولاق؟ من بولاق. غريبة؟ أصل شكلك يعني يدي على المهندسين خالص. طب على فكرة أنا من باب الشعرية. معقولة؟ أنتِ باب الشعرية؟ ايوه كده بقى، خلوني اخد راحتي في الكلام، بس بصراحه انا قاعده كده يعني مش عارفه اخد راحتي، وانتم محبكينها قوي. تشربي ايه وما تشربيش ايه؟ حبيبتي ما هو لازم نرحب بيكي، ما هو انت الضيفه، ده شيء طبيعي. ايوه بس يعني ما تبقوش يعني محبكينها قوي كده، لازم تبقى القعده مرحرحه. على العموم انا حبيتك وحبيت عفويتك. وانا كمان والله. انت عارفه ان مختار بيقول عليكي كلام حلو قوي، وبيقول عليكي انك ست جدعه. فعلا؟ عشان اللي تقف جنب جوزها دي لازم تبقى ست جدع. كلامك صح والله يا شيماء. ايوه طبعا كلامي صح. هو الراجل ايه غير ان هو طول النهار عمال يلف ويدور علشان يجيب اكل العيش، لكن الست هي العمود الفقري للبيت. بقولك يا شيماء، انت كنت صاحبه ليلى مش كده؟ كنت صاحبه ليلى. طب يعني ايه كنت؟ انتوا متخانقين؟ لا انا ما بتخانقش مع حد، بس انا زي ما تقولي كده ما بحبش الحال العوج. اللي هو ايه بقى الحال العوج ده؟ هقولك. مين كان يصدق ان انا وانت ممكن نبقى شركاء او حتى نقعد مع بعض قعده زي دي؟ عارف يا معدوي، زمان لو قلت لي انك عازمني على كوبايه شاي، كان لازم قبل ما اجي اشربها معاك اتاكد انها مش مسموم. من الواضح ان انا سمعتي كانت وحشه قوي. يعني احنا عموما لو حسبنا كل واحد على اللي عمله في حياته هنقف كلنا في نفس الدايره. تقصد ايه؟ اقصد ان انا كمان ما كنتش كويس،
والا والا ايه؟ والا ما كانش ربنا خد مني مراتي وابني. انا كمان كان ليا اساليبي اللي كنت عايز ابقى بيها مليونير وملياردير. كنت متخيل ان انا هعيش لغايه ما اصرف الفلوس دي كلها. هعيش حياتي اخر فل 14. انما الحقيقه مش كده. انا ما كنتش حابب حياتي. ده اللي محدش عرفه ولا حسه. عشت حياتي كلها بحب واحده في خيالي من ايام الجامعه. كنت بعيش مع ايمان مشاعر كدابه. حتى ابني انا اتشغلت عنه بكل حاجه، بشركاتي وبفلوسي. راح بعد ما انا كبرت وايمان كمان كبرت. بقى صعب ان احنا نخلف. حسيت ساعتها كأن الدنيا بتقول لي مش دي حياتك اللي انت مش حاببها، خلاص بلاش منها، اعمل انت بقى حياتك اللي انت حاببها. راحت بعدها ايمان. بعد ما تخيلت ان ايمان دي هي الامل الوحيد اللي باقي لي في حياتي. ايوه بس انت قدرت تتخطى المشكله دي. لا مش حقيقي، وده اللي محدش عارفه ولا حسه. حياتي اللي انا كنت عايشها كانت احلى حاجه. والحياه اللي انت عايشها دلوقتي؟ اللي انا عايشها دلوقتي دي مش بتاعتي، دي دنيا شيمان. اللي انا قررت ان انا اعيش معاها حياتها حتى لو مش عايزها لازم احبها. يعني انت ما بتحبهاش؟ لا مين قال كده؟ بالعكس انا بحبها جدا. بس حبي ليها مختلف. حب رضا، حب فهم. تقصد تقول ايه؟ عايز اقول ان حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي دي يا معداوي مش بتاعتنا لوحدينا. الحياه اللي احنا عايشينها دي بتاعت ناس تانيه. انا ايه وانت ايه؟ تقدر تقول لي. بس انت اتجوزت ومراتك حامل ومنتظر ابن، يعني هتعيش احلى دنيا. تقصد ان انا هعمل دنيا لحد غيري؟ وللأسف ده اللي اكتشفته، بس اكتشفته متأخر شوية. انت كمان بتنمي شركتك دي لغيرك. الفيلا اللي انت عايش فيها دي مش بتاعتك. حتى عربيتك بتركبها وبتستغلها، بس مش مالك ليها. احنا كل اللي بنعمله في حياتنا ده عشان نهديه للي جاي بعدينا. يعني في الآخر احنا في الدنيا دي مجرد بسطجية، بنستلم من هنا بنسلم. تقصد تقول ايه؟ اقصد اقول ان ساجد ابن يوسف، وانت عارف ومتاكد من كده كويس، بس انت مش عايز تصدق. انت كمان مش عايز ليلى تعيش، لان كل ما هتشوفها هتشوف في ايديها دم يوسف. عارف يا معداوي؟ انت كان ممكن تموت في الحادثه. تفتكر ما متش ليه؟ ليه؟ عشان تربي ساجد. نعم عمره ما هيبقى ابوه. امه كمان عمرها ما هتبقى الام اللي الناس تحترمها. الا زان ترضيت عنها وعوزت ده. قول بقى اللي انت عمال تلف وتدور عشان تقول الكلمتين دول. لا انا لا يمكن اسمح لها. ساجد هيعيش وهيكبر. هيكبر غصب عني وعنك. بكره لما يكبر هيبقى عايز يتجوز. أول سؤال هيتسأله عيلتك مين؟ تحب إن ساجد يتقال عليه إن أمه قتلت أبوه وجده، مش عايز يعترف بيه. أنت إيه؟ إيه دخلك بالموضوع ده؟ وبعدين ليلى دي تهمك في إيه؟ ليلى ما تهمنيش خالص. شوف يا معداوي، أنا الدنيا علمتني إن أنا أهتم باللي جاي. ساجد هو المستقبل، هو اللي جاي. خده في حضنك وربيه. انت جده، محدش هيبقى احن عليه منك. بقولك ايه، ما تيجي نعمل حفله صغيره كده بمناسبه ان احنا بقينا كائن واحد. لا انا بفكر اغير رايي. انت بتضحك على ايه؟ هو البني ادم كده لما حد يواجهه بالحقيقه يزعل ويبقى مش طايق يشوف.
يوسف وحشني. كل لحظة بشوفه قدام عينيا، كل ما اغمض عينيا اشوفه في احلامي. انا ما قدمتلوش اي حاجة، لو كان شاف مني حاجة كويسة ما كانش عمل اللي عمله. ساجد ابن يوسف صدقني. لا انا مش قادر اصدق اللي قالته، ومقتنع بس بان هي قتلت ابني. حتى لو ساجد ده لازم نحوطه وناخده في حضننا. خده في حضنك يا معداوي، ساجد ده المستقبل، مش حد الا انت. اوعى تضيع المستقبل عشان حاجه فاتت مش هتقدر ترجعها تاني. تعبانة من ايه؟ تعبانة من الناس، تعبانة من نفسك يا ليلى. ايوه تعبانة من نفسي، تعبانة من اني مش قادرة اعيش واحب الحياة. انت بتتبسطي اوي لما بتحسي انك مظلومة، بتتبسطي اوي لما بتحسي انك بتعذبي. عارفة ده حقيقي، تبقى مريضة. أيوة أنت مريضة، أنت مش عارفة أي حاجة عن نفسك، أنت طول الوقت نفسك تبقي غيرك، عايزة تبقي زي مين يا منيرة؟ زي ليلى؟ زي ولاد؟ ليه عايزة تبقي غيرك؟ مش عايزة تبقي نفسك؟ ليه يا منير؟ بكرهك، بكره كل حاجة فيك. انت عمرك ما دورت على الحب ولا حتى كان هدف ليكي، طول الوقت بتحاولي تثبتي حاجة تانية غير الحب. طول الوقت عايزة تثبتي لنفسك ولأهلك إن أنتي أحسن واحدة، إن أنتي أعلى منهم وأفضل منهم. اتجوزت يوسف عشان بحبه، عشان يعنيني وبس، عشان اثبت لعيلتي ان انا افضل منهم واني مش محتاجة. يوسف كان جسر، بس جسر انكسر. شكلك مبسوط بالقعدة هنا. إذا كنت فاكر إن راوي هتسأل فيك ولا واحد زي المعفن اللي اسمه جلال ده هيعبرك تبقى غلطان. دول ما صدقوا يخلصوا منك يا معفن. هم قالوا بقى إيه؟ التورتة بدل ما تتقسم على ثلاثة تتقسم على اثنين.
انا مش فاهم، مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط، عايز تقول ايه؟ خلاص انت حر، خليك قاعد في الخرابه دي بقى، وكل يوم هيثبت لك ان كلامي كان صح ومفيش حد هيعبرك. رايح فين؟ امشي. ايه لسه مش عايز تقول برضو؟ عايز تعرف ايه؟ كانوا بيخططوا لايه؟ خلاص انت حر. استنى هقول لك اللي انت عايزه. ايه شكلك متضايق قوي؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ متضايقه من نفسي، زي ما يكون راديو اتفتح عن ليلى، زي ما اكون بكرهها وما صدقت حد يسالني عنها. يعني انت قلتي حاجه مش حقيقيه؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ انا قلت اللي انا حاسه بيه، حاسه كده ان هي بتخطط لحاجه، عشان كده انا بعدت عنها. وهو ده اللي انا حاسه فعلا. بس المفروض كنت اقف جنبها يا مختار، ما سيبهاش كده. انا صاحبتها برضو. يعني تفتكر انها كانت هتسمعك؟ حتى لو ما سمعتنيش يبقى عملت اللي عليا. خلاص احنا فيه، كلميه يمكن يحصل. مش هينفع، بقى في حاجز بيني وبين ليلى. شيماء، ليلى خدت كل الفرص. انا متهيألي كمان الدنيا ادت لها اكتر ما هتدي لاي حد. هي بقى اللي مش مصدقه انها كانت منتهيه ومش مقدره اللي حصل لها. صدقيني ليلى تسيبيها تحدد مصيرها بنفسها. سامعني؟ ما هو مش فجأة برضه تلاقي عماد بيقول لها انا مش بحبك و... يا ستي، هو انت فاكرة ان ليلى كانت بتحب عماد؟ سكتي يعني؟ مش عارف. انا بقى عارف. ما تلوميش نفسك، مش هتقدري تعملي حاجة. ليلى مش هترجع عن اللي في دماغها. هحاول. حاولي ايه؟ مش هتزعل؟ لا ازعل ليه؟ ازعل عشان تصلحي واحدة صاحبتك؟ انا ازعل لو حصل العكس. ايه يا ساجد؟ ايه يا حبيبي، نام شوية والنبي، عايزة انام تعبانة. طب اسكت اسكت والنبي. حاضر اعمل لك اكل، اعمل لك اكل. دماغي. يلا يا بابا، بس اعمل ايه؟ طيب ما انا عملت لك اكل اهو. بس بقى عشان خاطر خد. كفايه بقى يا اخي، كفايه زهقتني. زهقتي من ايه؟ منك يا يوسف، انت مش شايف انت بتعاملني ازاي؟ يا ليلى ما تغيري بقى، انت ما سيتيش ولا ايه؟ ما عندكيش غير البقين دول. يا يوسف انت ما تتصلش بيا ولا مره. الكلام ده مش صح. انا كلمتك امبارح بالليل. مكالمه بتكلميني اخر الليل كانك بتكلم السواق بتاعك ولا السباك؟ انت مش خايف عليا يحصل لي حاجه ولا اموت وانا قاعده لوحدي في البيت؟ لا ما تخافيش، مش هتموت. يوسف انت بتعملني كده ليه؟ بقول لك يا ليلى، قصري قولي لي انت عايزه ايه؟ انا عارف ان انت بتلفي وتدوري على الفاضي، وبعدين لو مشيت من هنا مش هعرف ارد عليك النهارده خالص. أنا حامل يا يوسف. وبعدين؟ أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد. نعم يا أختي. إيه اللي نعم يا أختي دي؟ هو إحنا مش متجوزين؟ آه بس إحنا متفقين. وهو حصل. حصل إزاي بقى إن شاء الله؟ حصل إزاي إن شاء الله؟ ده سؤال تسألهولي؟ ما عمره ما هيحصل إلا لو كنت مخططة له، وأنت أكيد مخططة له. آه يا يوسف. عارف ليه؟
عارف ليه؟ عشان قلقتي، قلت يا ترى هيطلقني ولا لا؟ يا ترى هيعمل فيا زي ما عمل في مراته القديمه ولا لا؟ يا ترى كل اللي انا مخططه له ده هينجح ولا هيفشل؟ يوسف، ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، هو ده اللي انت بتخططي له 24 ساعه. انت سالتي على رقم حسابي في البنك ليه؟ مدير البنك كلمني وسالني. سالتي ليه؟ رحت قلت له انا عايز اعرف رقم حسابه الشخصي كام عشان بيني وبينه شغل، وعايز اعرف حالته الماديه. حقي؟ لا مش حقك. لا حقي، حقي خايف على مصلحتي ومستقبلي. ولو كنت فاكر يا حبيبي انا ما اعرفش انت بتعمل ايه تبقى غلطان. انا ما فيش حد في الدنيا دي ليه حق يعرف عني اي حاجه. لا يا بابا، انا مراتك في الدرة. في الدرة؟ امال انت فاكره ايه؟ وتقولها في وشي كده؟ انت بخاف على مشاعري شويه. بخاف على مشاعرك ليه؟ ليه؟ بص يا حبيبتي، احنا كل حاجه بنعملها مع بعض بنعملها في الدرة. انا لما بجيلك بالليل بحاول اخش بسرعه عشان ما حدش يشوفني، بوطي صوت المزيكا عشان محدش يعرف اني هنا، لما بجيلك بركن بعيد عشان محدش يعرف اني جيتلك. يا يوسف، تعرف الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ انت عارفه معناه ايه؟ يوسف احنا متجوزين. بأمارة ايه؟ فرح ما حصلش ولا معازيم وشهود ما عندهمش خبر اصلا؟ لا، في عقد وشهود يا يوسف. هو انت بتحكي عن نفسك ولا بتحكي عليا ولا بتحكي على مين بالظبط؟ انت عايز تقول العقد ده مش سليم؟ ده سليم، بس في حاجات كتيره قوي بتبان ان هي يمين وهي شمال. يوسف انا حبيتك. وانا كمان. انت جاي بتقتلني، بتموتني يا يوسف. انت اللي عملتي في نفسك كده، حطيتي نفسك في الموقف ده. يعني انا غلطانه صح؟ طبعا انت غلطانه، بس انا كمان غلطان. اقول لك حاجه ملحوقه، نزلي اللي في بطنك وكل حاجة هترجع أحسن من الأول وأكتر. أنا أعرف دكتور صاحبي شاطر جدا، هيرجعك أحسن من الأول مليون مرة. قلتي إيه؟ أنت رايحة فين؟ أه يوسف. منيرة يوسف؟ أنتوا الاتنين فولة واتقسمت نصين. بس والله عسل. الو، الو. ايوه ابتسام، معلش يا حبيبتي بكلمك بدري قوي. معلش، بقول لك انا كنت عايزه اجيب لك ابني سنجد. خدني معاك. ده خالد. خالد وعايز ايه ده على الصبح؟ شو. الو، يا استاذ خالد. انت فين؟ ايه تحت؟ طب ما تطلع. طب خلاص خلاص، انا نازل على طول. يلا مع السلامه. هو تحت؟ ايوه. غريبه قوي، انا ابتديت اقلق. اقول لك ايه، كفايه علينا اللي حصل وكفايه علينا المكتب. ما تقلقش، خدني معاك انت نازل له. هاخدك معايا فين بس؟ لا، ما انا لازم اجي معاك. بقول لك ايه، مش عايز هشي دماغ، كلمي نور واقعد الغي معاه. لا، ما انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل بقى. انا جايه برضه. ها، اتفضلوا. اهلا وسهلا. استندالي كمال. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلوا. نورتوا المكتب. شكرا. اتفضل. هو انت عايزني في ايه؟ ما تستعجلش، هتعرف كل حاجه دلوقتي. اتفضل يا كمال، تعال. طبعا استاذ عماد المحامي اكيد عارف. اه طبعا. والانسه ميرفت اخته محاميه برضه وشغاله معاه في نفس المكتب. بالظبط. اهلا وسهلا. طيب
انا عايزك تعرف استاذ عماد كل حاجه عندنا في الشركه بصفتك المدير المالي. انت اكيد عارف طبعا ان في شراكه هتبقى بيننا وبين شركه استاذ مختار اللي بيمثلها استاذ عماد. طبعا دي حاجه جميله جدا وان شاء الله شراكه هتكون هايله باذن الله. ان شاء الله. بس انا عندي مشكله. خير يا فندم. ليلى انا مش عايزه تبقى في الشراكه دي خالص. انا مش مطمن لها بصراحه. اللي تشوفه ساعتها. يعني ده ينفع؟ اللي ينفع طبعا ينفع. طب بما ان ليلى مرات يوسف رسمي انت اكيد عارف ان هي معاها عقد جواز رسمي بتاعها صح؟ ايوه يا فندم عارف. طيب تفتكر بقى لو انا فكرت ان انا اشيلها بره الشركه خالص هبقى باجي على ابن يوسف الله يرحمه؟ لا خالص، انا متاكد ان حضرتك هتديها حقها بالكامل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ في ايه يا استاذ خالد؟ انت هتعمل ايه؟ استاذ خالد انت هتعمل ايه؟ في ايه؟ بقى ليلى كانت متجوزه يوسف رسمي. ها؟ امتى يا استاذ خالد؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. لا انت ما تعرفش حاجه، ما تعرفش ده وليلى كانوا متفقين على ايه؟ وبعدين ده هيبقى انتحار وانت واختك شاهدين على كده. انت ايه اللي بتقوله ده؟ ده جنون. لا مش جنون. ليه انت ما تعرفش ان ليلى زورت عقد جواز رسمي عشان تاخد حق مش حقها؟ اتفقت مع الكلب ده وراوية وجلال وهاني ونجوى. نجوى اللي نزلتها من عندك في البيت بقميص النوم جديدة دي. ها انت ايه اللي بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده بالظبط، وهعرفك اكتر من كده بكتير واسمعك بودانك كمان عشان تعرف ان انا ما بظلمش حد. خدوه. ياخدوا ايه؟ انا هقول على كل حاجة. انت كنت متفق مع ليلى؟ ها؟ ليلى ما كانتش متجوزه يوسف رسمي؟ ها؟ بعد الجواز كان مزور؟ ايه؟ انت! ايوه حصل! تعالي يا ليلى. ازيك يا شيماء؟ ازيك انت يا ليلى؟ انا اسف. ولا يهمك، كلمتك كتير بس انت ما بترديش عليا. تليفوني مرمي، وبعدين انا هبص بقى مين اللي اتصل ومين ما اتصلش وانا سديت اعمال يعني. بسم الله ما شاء الله بقى زي القمر. تعالي روحي. تعالي. ايه الحلاوه دي؟ حلاوه ايه بس؟ ده سجل تعبني قوي. ده احلى تعب في الدنيا. انا كلمت ابتسام علشان تاخده النهارده، قالت لي ان هي عندها شغل الصبح، فقلت اجيبه لك وهي بعد كده تعدي تاخده منك لما تخلص. تاخده مني؟ انت هتسيبي لي الولد وتيجي واحده تانيه تاخده مني؟ ومين الثالثه اللي بعد كده يا ليلى؟ لا اسفه، هسيبك هتقفي جنبي. هاتي ايه بس؟ اقعدي. في ايه يا ليلى؟ هو ايه اللي في ايه؟ هو انت ليه محسسني هو بمزاجي؟ عندي شغل وحاجات كتير قوي لازم اعملها ومش فاضي اقعد معاه في البيت. انا غصب عني يا شيماء. هو انت لحد امتى هتفضلي تقولي غصب عنك ومش عارفه بتعملي ايه؟ انا غلطانه اني جيت لك اصلا. انت فعلا غلطانه انك جيتي لي، وغلطانه كمان انك هتسيبي ابنك مع حد تاني. لا يا حبيبتي، انا كنت سايبه لك عشان بحسب ان احنا اصحابه بس. اصحاب؟ غريبه ديت. واكتشفتي امتى بقى ان احنا اصحاب؟ انت بقالك قد ايه يا ليلى ما سالتيش عني؟ ولا تكونيش عايزه حاجه؟ نعم يا اختي. هاتي الولد. انا غلطانه كلمتك، عاوز منك انت حاجه؟ هو انت نسيتي نفسك؟ ما تغلطيش يا ليلى. خلاص مش عايزه كلام كتير. خدي هنا. هتسيبيه فين؟ هتسيبيه عند ابتسام في الشغل؟ ولا هترميه في الشارع؟ ولا هتوديه حضانه؟ مالكيش دعوه، انا حره. هاتي يا ليلى الولد. وانا لما تيجي ابتسام هخليها تكلمك. بس على فكره الولد ده هيطلع مش هيعرفك. ولا يحس اصلا ان انت امه، ولا هيحس بحنانك. انا بقول لك كده علشان انا بحبك. شكرا حبيبي. بس يا بابا هبله. انا هستاذن انا وعماد يا استاذ خير. لا لا لا، انا استنى، مش همشي. انا مستني ليلى. يا جاي النهارده؟ ايوه جايه.
في كلام كتير قوي لازم اقوله لها. انت ما فيش ما بينك وما بينها اي كلام؟ لا فيه. معلش استاذنك سيبي عماد قاعد معايا، انا عايز اتكلم معاه شويه. ايه ده؟ ده جلال محامي مدام راويه، اكيد هي اللي قالته تكلمني. الو. ايوه استاذ خالد، انا اسف ان انا بكلمك بدري. لا ولا يهمك عمر. ابدا، كنت عايز اقابلك بس عشان نتكلم في شويه مواضيع مهمه كده. بخصوص ايه؟ بخصوص مشاكل سعادتك مع الاستاذه راويه. وهي هتبقى موجوده؟ لا، ما هي موكلان انا. طب لازم تبقى موجوده يا فندم. انا دلوقتي المسؤول عن طلبات. وانا بقول لك انا مش هتكلم في اي حاجه الا في وجودها. روح اسالها وقول لي. خلاص اسالها سعادتك. مع السلامه. حلو قوي، العصابه اكتملت. يا استاذ كمال، يا ترى بقى العصابه بتخطط ليه المره دي؟ تسألني في ايه؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ مالك؟ اهدي شويه. اهدى ازاي؟ انا مش مطمنه. مش مطمنه ليه يعني؟ هيعمل ايه يعني؟ مش عارفه، خالد اتغير. هو انت مش ملاحظ الموضوع ده ولا ايه؟ يا حبيبتي احنا طلباتنا كلها مش غلط، انت ليكي حق في الميراث، وشاكه في التوكيلات والامضاءات بتقولي انها مش سليمه، خلاص نطعن عليها لحد ما تاخدي حقك، صح؟ ايوه صح. واظن الطلاق بعد اللي حصل ده شيء طبيعي جدا، يعني كل طلباتنا شرعيه وقانونيه. انت تقصد ان خالد طالب يقابلني عشان يتفاوض معايا؟ طبعا، هو تلاقيه سأل ابوه واكد له ان الامضاءات والتوكيلات كلها مضروبه، وعشان كده عايز يجي يقابلك ويقول لك شبيك لبيك عبدك وبين ايديك، ويقول لك طلباتك ايه وانا اسف وحقك عليا. ده احتمال يطلقك رسمي في نفس القعده. اصل ابوه خلاص يا راويه ما بقاش حمل فضايح ولا ايه؟ بجد يا جلال؟ طبعا بجد. قولي لي بقى خالك فين؟